إذن عبد الفتاح السيسي عمل هيصة وهكسة كده عشان يقعد يقول للمصريين شوية رسائل. إيه بقى الرسائل؟ ناخدها واحدة كده واحدة. الحقيقة باختصار، نشوف الحقيقة أهو، وريني الخبر النهاردة اللي أنت عايز تتكلم عليه. آدي تاريخ المشروع وسط إنكار إعلامي، مصر تحتفل بمشروع قطري كبير على أرضها. ده النهاردة. لا زي النهاردة ولا حد، من الحد 27/9/2020. تخيل يا حضرات، قطر وسط إنكار إعلامي، ما جابوش سيرة قطر في المشروع. ما دور مش هتلاقي سيرة قطر. المشروع قطري بامتياز. طيب المشروع قديم، أمال السيسي طالع ليه بقى النهاردة؟ عايز يقول إيه؟ السيسي النهاردة بيراهن رهانه الخسران. إيه بقى رهان السيسي؟ تعالوا نشوف كده السيسي بيراهن أو راهن على إيه النهاردة؟ اسمع كده. أنا دايما أقول لكم إيه؟ براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين. مش هم قعدوا كم أسبوع اللي فات يعني ولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبة اللي إحنا بنعملها. اللي إحنا إيه؟ ما إحنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوف المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا. ما نسكتش ونعمل ونصلح هيبقى في ظروف صعبه. فهم بيختاروا الظروف الصعبه عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا. وانا بقول انتوا تتحمل. لا معلش، زي بعد عبد الفتاح نقف بس وقفه هنا، ما الكلام ما يروحش معاك كده. انت بتراهن على المصريين وبتفهمهم ان احنا الاعداء واحنا اللي عايزين نبوظ العلاقه واحنا اللي بنفهم المصريين في القرى والنجوع والارياف انه المشاريع دي ضدهم. انت بتستعبط على الناس؟ لا، الناس بقت واعيه قوي يا عبد الفتاح. هو انت مالك بقيت الاول قطه قوي ليه كده؟ مالك بقيت قطه وعمال تدحلب وتتسحلب كده للمصريين؟ ايه خدت على قفاك؟ فين بقى السيسي الاسد؟ من شهر فات كنت عمال تقول للمصريين ادخل وابيد. فين اللهجه دي؟ مين اللي قال للمصريين ادخل المعدات القرى والجيش يبيد؟ مش انت برضو؟ واضح انك انت بتنسى عبد الفتاح. افكرك يا عبد الفتاح بعبد الفتاح نسخه اغسطس وعبد الفتاح نسخه النهارده، نشوف كده مع بعض. انا دايما اقول لكم ايه؟ براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى انا بقول لكم، طب انا بشكر المصريين. مش هم قعدوا كم اسبوع اللي فات يعني ولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبه اللي احنا ومع كل التعدي وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسيه. لا يمكن هنسمح ابدا. الله، هو حصل حاجه يا ولاد؟ هو في غلطه عند مسعد فوق؟ مش ده الذكر؟ مش ده اللي كان في شهر اغسطس بيهدد الشعب باني هدخل على القرى؟ النهارده مالك يا فتاح؟ مالك بقت قطه سيامي رمادي كده؟ مالك بقت زي القطط لما تنام في الشمس قوي كده وتمدد وتوخم؟ مالك يا عبد الفتاح داخل على الناس داخله؟ وبعدين فين الناي الحزين يا استاذ مسعد؟ اديني حته الناي يا ترى، انت فين يا مرزوق؟ يا راجل يا راجل، ده انت صوتك في شهر اغسطس كان بيجلجل مصر. والنبي سمعها لي تاني كده، الله يخليك. هي الحته زي ما هي، سمعها لي كده. انا دايما اقول لكم ايه؟ براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى انا بقول لكم، طب انا بشكر المصريين. مش هم قعدوا كم اسبوع اللي فات يعني ولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبه اللي احنا ومع كل التعدي وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسيه. لا يمكن هنسمح ابدا. ده انت اللي عملت الحركات دي؟ وبعدين بعد كده نرجع بقى، خلاص نسخة الأسد دي اركنها على جنب، كانت في أغسطس.
نسخة النهاردة كانت القطة، النهاردة بدأ يكلمني زي خالتي كده. ما تخليش حد يخش بيننا يا أولاد، نسمع كده خالتك السيسي وهي بتحكي مع الشعب كأن الشعب ده سلفتها وما تدخلش حد بيننا والحاجات دي. كان قرب بس يجيب بخور نشوف كده. وبالمناسبة أنا هو اللي بيتعمل مش بيك أنتو، هو اللي بيتعمل في مصر هي الدولة حاجة وشعبها حاجة تاني؟ لا لا، الشعب والدولة حاجة واحدة، ومحدش يدخل بيننا ومحدش هيقدر يدخل بيننا. احنا بنجري وبنعمل نصلح ده، وزي ما قلت كده رهاني على الناس، محدش يدخل بيننا خالص، ورهانوا على المصريين ومحدش يخدعكم. واحنا قنوات دي بقالها 3 أسابيع عمالة تولع فيكم، والنبي دي عين ودخلت بيننا، والنبي دي عين. احنا كناش كده، احنا كنا سمنا على العسل. والشعب والدولة ايه؟ ما هو الشعب هو الشعب هو الدولة، بس في الفلوس لا، في الفلوس ناخد من الشعب لان الدولة ما عندهاش. في الفلوس الدولة فقيرة بس الشعب يتاخد منه، فهو بقى عنده الاسطوانات دي بيعرف يوظفها. يعني نشوف كده السيسي اللي بيراهن على المصريين ومحدش يخدعهم بالكلام، نشوف السيسي ونشوف المصريين كانوا بيقولوا له ايه. انا دايما اقول لكم ايه، براهن على الناس على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى انا بقول لكم، طب انا بشكر المصريين، مش هم قعدوا الكم اسبوع اللي فات يعني ولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبه اللي احنا بنعملها. عدو الله والسيسي عدو الله، لا اله الا الله والسيسي عدو الله. لا لا، الشعب والدوله حاجه واحده، ومحدش يدخل بيننا ومحدش هيقدر يدخل بيننا. احنا بنجري وبنعمل نصلح ده، وزي ما قلت كده رهاني على الناس.